استوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. أستاذ رائد، يعني النفط عاد ليبدد مكاسبه الأخيرة، هل هناك عوامل أخرى غير أزمة كورونا وترى وفرة المعروض تؤثر على أداء النفط هذه الفترة؟ يعني هاتين هما طرفا المعادلة، يعني أنه عنا طلب وعنا العرض. الطلب المتضرر بوجود أزمة كورونا وأفاق الإغلاقات الحكومية اللي ممكن تحدث أكثر في الفترة القادمة، بالتالي يعني ذلك يؤثر ويضغط على الطلب. يعني دليل بسيط على الطلب، أحد المؤشرات التي نقيس بها ارتفاع الطلب هي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية في موسم الرحلات الطويلة، كونه العائلات تقوم بسفريات طويلة باستخدام السيارات، تراجعت بشكل حاد بنتيجة أنه إجراءات كورونا المتبعة. هذه أحد العوامل، يعني أنه كمثال للضغوط على الطلب بشكل عام. وفي نفس الوقت لدينا المعروض النفطي، أولا إيقاف التخفيضات الطوعية لبعض أوبك بلس، وبالتالي عودة مزيد من المعروض النفطي إلى الأسواق. وفي نفس الوقت لدينا يعني ضغط كبير على الطرف المعادل المرتبط بالطلب، بالتالي هذا يرجح أن يكون النفط تحت مزيد من الضغط، وتكون على الأقل يعني تداولاته في نطاقات محدودة وضيقة ما بين مستويات 42 إلى مستويات 38 دولار للبرميل بالنسبة للدبليو تي آي أو خام غرب تكساس. ولكن يعني المطلوب هو تحسن أفاق الطلب العالمي بنتيجة بيانات اقتصادية أكثر خلينا نقول إيجابية في الفترة القادمة، علما أنه في عندي ارتفاع ملحوظ نوعا ما في ISM Manufacturing أو مؤشرات التصنيع الصناعات التحويلية، بدأت ترتفع بعض الشيء في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهذه بوادر إيجابية أنه ممكن أن يتحسن النفط في الفترة القادمة كطلب عليه، ولكن ذلك يلتزم أيضا ببعض التخفيضات الطوعية الجديدة في المعروض. طيب يعني بالمقارنة لا يزال الذهب يحقق المزيد من المكاسب والأنظار تتجه إلى المزيد أيضا من المكاسب، هل برأيك سنشهد أنصة الذهب عند 2000 دولار؟ يعني 2000 دولار أعتقد أصبحت قريبة جداً وفي متناول اليد بالنسبة لأسعار الذهب. لدينا طلب كبير على الذهب، ما يقارب 40 مليار دولار صافي التدفقات النقدية الداخلة في 6 شهور على الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالذهب أو التي تتداول بالذهب، وهي تقريبا حوالي 7 صناديق تحوط مشهورة. بالتالي لدينا تدفقات داخلة كبيرة وثقة كبيرة بنتيجة أنه في عندي الفرص الخالية من المخاطرة اللي هي على وجه التحديد السندات التي عوائدها انخفضت بشكل كبير جدا، لا تعطي فرصة للمستثمرين إلى التوجه إلا نحو الملاذات ذات الآمنة التي تحتفظ بالقيمة في ظل انخفاض مستويات الفوائد نوعا ما والسياسات التيسيرية بشكل كبير، وفي نفس الوقت ارتفاع مستويات التضخم، بالتالي تبحث عن أصول ترتفع مع هذا التضخم الذي يحدث بنتيجة التيسير. أكثر الأصول المرتبطة به أو الحساسة للتضخم هي الذهب، والذي يواجه موجة كبيرة من الإقبال عليه في الفترة الماضية. لعله خلال اليوم أو اليوم الماضي كان هناك نوع من التداولات يعني المتراجعة بعض الشيء أو التراجعات، ولكنها مؤقتة على أسعار الذهب. من المتوقع أن يعود مجددا الارتفاع، لأن الدولار الأمريكي بعض الشيء يعني ارتد من قيعان متدنية هي الأدنى في 11 عام. طيب برأيك يعني ما المستويات التي يستهدفها الذهب من الآن إلى 2021، بما نحن مقبلين بالأربع الأشهر المقبلة في موسم أعياد في الهند بالكريسماس، يعني ما المستوى الذي يستهدفه الذهب نهاية 2020؟ الطلب الفيزيائي أو الملموس للذهب متراجع بحوالي 11% في الآونة الأخيرة، ومن الصين على وجه التحديد الإنتاج تراجع بحوالي 38%. هذا يعطينا إشارة على أنه الأسعار المرتفعة أيضا ليست جيدة بالنسبة للمشترين الفعليين للذهب، سوف يواجهون أسعار مرتفعة، بالتالي سوف تقل كميات المشتريات الخاصة بهم. ما يدفع أسعار الذهب للارتفاع هي عمليات مضاربية وتحوطات بنوك وصناديق تحوط
تفاوض كبيرة أكثر من هي الطلب الفعلي الملموس على الذهب، لأنه كل ما ارتفعت أسعار الذهب أكثر سوف يواجهون صعوبة بشراء الذهب عند هذه المستويات. ولكن كالمدى اللي أنت حددتي، من المتوقع أن يصل أسعار الذهب إلى مستويات $2,100 للأونصة خلال فترة قريبة قد لا تتجاوز نهاية الربع الثالث من هذا العام. نعم، أيضا نرى تراجعات كبيرة على الدولار الأمريكي. هذه التراجعات هل برأيك هي منطقية في ظل الظروف العالمية؟ وهل يعني يشهد الأسبوع الجاري بعض التصحيح الصاعد على الدولار؟ يعني حوالي 6 برامج تحفيزية اتبعها الفيدرال الأمريكي دون سقف مفتوح، يعني سقف مفتوح لكل هذه البرامج، وعمليات شراء للسندات وعمليات إقراض مباشر للشركات وللبنوك التجارية، وضخ سيولة رخيصة أو إقراض رخيص داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير دفع الدولار الأمريكي للانخفاض الحاد. وأيضا هناك نقطة مهمة اللي هي عندي عوائد السندات لمدة عام لمدة عامين عند 0.11%، بينما التضخم يرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 0.6%. إذن لا يوجد أيضا هناك يعني نوعا ما ثقة في الاقتصاد الأمريكي في المرحلة الحالية، وبالتالي نفور وابتعاد عن الدولار الأمريكي بحد ذاته كعملة، والاتجاه نحو تعزيز مخاطرة أكبر وشراء حتى في أسواق الأسهم التي نشاهد ارتفاعات صاروخية فيها لأنها تترجم التضخم المرتفع والذي مقبل إلى مزيد من الارتفاعات. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.